بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم طلبة الصف الأول الإعدادي مع مراجعة على منهج الحاسب الآلي، ودي الحصة الأولى. بعتذر في البداية لأن احنا رفعنا درس أول اللي هو الفيديو ده، وده المعلومات اللي فيه والأسئلة اللي فيه هي الترم الثاني وليس الترم الأول. فأنا بعتذر لهذا الخطأ، وهنبدأ النهاردة مع الترم الأول ومراجعة الترم الأول مع بعض. والفيديو ده طبعا هينشال لأن ده بتاع الترم الثاني مش الترم الأول. بنبدأ مراجعتنا النهاردة، وأول حاجة بناخدها في المنهج هو تعريف الكمبيوتر. تعريف الكمبيوتر ده هو جهاز إلكتروني يقوم بتخزين البيانات ومعالجتها لتتحول إلى معلومات. طبعا اللي عايز يلخص بيوقف الفيديو ومعاه كراسة أو مجموعة من الأوراق وبيبدأ يلخص المنهج. نروح نفتح طبعا علشان نتأكد كتاب الوزارة، ونشوف كتاب الوزارة طبعة 2017-2018 الترم الأول بيقول إيه. ده كتاب الوزارة طبعة 2017-2018 علشان نشوف كده مع بعض، لأن حصل التباس في الفيديوهات. دي الوحدة الأولى في الكتاب، ده الموضوع الأول أساسيات نظام الكمبيوتر، وبيبدأ بتعريف الكمبيوتر وأشكال الكمبيوتر الحديثة، وبيتكلم عن الداتا والبيانات وما إلى ذلك. فبعتذر للمرة التانية عن الخطأ اللي وقع. نرجع لمراجعتنا، وبنقول إن جهاز الكمبيوتر ده عبارة عن جهاز إلكتروني يقوم بتخزين البيانات ومعالجتها لتتحول إلى معلومات. تعريف البرنامج هو سلسلة من التعليمات والأوامر المرتبة منطقيا تستخدم العمليات الحسابية تستخدم العمليات الحسابية والمنطقية. جهاز الكمبيوتر يستخدم في جميع مجالات الحياة. أنواع أجهزة الكمبيوتر ثلاث أنواع: الكمبيوتر المكتبي، الديسكتوب واللابتوب، وسمارت ديفيسز أو الأجهزة الذكية زي أجهزة المحمول اللي معاه. فده أنواع الكمبيوترات: كمبيوتر مكتبي، لابتوب، وأجهزة ذكية. بعد كده العناصر الأساسية لنظام الكمبيوتر. العناصر الأساسية لنظام الكمبيوتر زي ما قدامك. العناصر الأساسية لنظام الكمبيوتر: بيانات ومعلومات، مكونات مادية وبرمجيات، وعنصر بشري. البيانات والمعلومات والمكونات المادية والبرمجيات والعنصر البشري، دي العناصر الأساسية لنظام الكمبيوتر. كل عنصر من هذه العناصر بنشرحه كده أو بنلخصه. أول حاجة البيانات والمعلومات. البيانات دي مجموعة حقائق يمكن الحصول عليها عن طريق المشاهدة والملاحظة، وتكون في شكل حروف أو أرقام. أما المعلومات هي البيانات التي تم معالجتها بتصنيفها وتنظيمها وتحليلها بحيث يصبح لها معنى. الفرق بين البيانات والمعلومات أنا شرحته في حصة قبل كده في خلال المنهج شرح تفصيلي، فارجع للدروس هتلاقيها في الحصة الأولى. معنا بعد كده المكونات المادية اللي هي الهاردوير. وقلنا المكونات المادية بالنسبة لجهاز الكمبيوتر بيستخدم أو الأشياء المادية أو الملموسة زي الشاشة والفارة والسكينر والطابعة، كل الكلام ده. الكلام ده أو المكونات المادية بتتقسم إلى جزء بيسمى وحدات إدخال، بدخل بها حاجة على الكمبيوتر، وجزء اسمه وحدات اخراج او وحدات الاخراج، يعني بيطلع لي حاجة من الكمبيوتر. بمعنى
ان وحدات الادخال هي اجهزه مسؤوله عن ادخال البيانات للجهاز، زي لوحه المفاتيح اللي انت بتكتب عليها، الفاره، المسح الضوئي، الكاميرا، الميكروفون، كل دي اسمها وحدات ادخال بتدخل بها شيء جوه الكمبيوتر. وحدات اخراج هي اجهزه مسؤوله عن عرض ما بداخل الكمبيوتر، زي مثلا الشاشه، شاشه الكمبيوتر، السماعات زي الطابعة، كويس. طيب، في هناك او نقطة تعتبر شاشة اللمس اللي هي بتاعت اللي هي في اجهزة المحمول، وهو النوع الثالث من انواع الكمبيوترات اللي هي الاجهزة الذكية. شاشة اللمس دي تعتبر ادخال واخراج، وحدة ادخال واخراج، لان انت ممكن تلمس تطلع منها شيء، وممكن تلمسها بتدخل منها شيء، اللي هي اما تلمس تدخل اسمك على جهاز الكمبيوتر او تكتب رقم على جهاز المحمول، فدي تعتبر ادخال. فشاشة اللمس دي تعتبر من وحدات الادخال والاخراج معا او في نفس الوقت. ايضا من الاجهزة المادية او الوحدات المادية عندنا وحدات التخزين الدائم، اللي هي بتخزن فيها المعلومات، ودي زي الهارد الموجود عندك على الكمبيوتر، وزي الفلاش ميموري، دي تعتبر وحدة تخزين، وكل دي من الأجزاء المادية، للكمبيوتر. ومن الأجزاء المادية أيضا للكمبيوتر اللي هي وحدة النظام، ده المكون المادي الأساسي لجهاز الكمبيوتر. وحدة النظام اللي هي تعتبر اللي هي داخل الكيسة اللي عندك، اللي هي فيها او مخزن عليها كل اجهزة الكمبيوتر، او بيسموها السيستم يونت، او بتسمى بلغة اللي هم اصحاب يعني اللي هم بيصلحوا الكمبيوترات او الصناعية بتاع الكمبيوترات، بيقولك اللي هو اسمها اللوحة الرئيسية اللي هي بتركب عليها الرامات، وبيتركب عليها الميموري، وبيتركب عليها الروم، كويس. وانت عارف الفرق بين الروم والرام، اللي هي الذاكرة، الرام اللي هي الذاكرة المؤقتة، دي اللي هي المؤقتة، والروم اللي هي الذاكرة الأساسية. وقلنا الرام دي ذاكرة بتمسح اللي عليها بمجرد انقطاع الكهرباء، أما الروم دي ذاكرة بتحتوي على البرامج الأساسية لتشغيل الكمبيوتر، ولا تفقد اللي عليها عند انقطاع التيار الكهربائي. فمكونات وحدة النظام منها الذاكرة اللي هي الرئيسية، والذاكرة الرئيسية هناك نوعين من الذاكرة الرئيسية، الرام والروم، خلاص. بعد كده معانا وحدة المعالجة CPU. وحدة المعالجة المسؤولة عن إجراء العمليات الحسابية والمنطقية، وبينتج عنها معالجة البيانات، اللي هي وحدة المعالجة. يبقى وحدة المعالجة دي اللي هي بتعالج البيانات. يتكون المعالج من وحدتين رئيسيتين، وحدة المعالجة، وحدة الحساب والمنطق، ووحدة التحكم، وحدة الحساب والمنطق الـ ALU، ووحدة التحكم الـ Control Unit. اللوحة الأم اللي هي المذربورد، اللي هي بقولك عليها اسمها اللوحة الأم، اللي هي داخل الكيسة عندك بقى، دي بتركب عليها كل الأشياء اللي احنا قلناها، بتركب على وحدة المعالجة والذاكرة المؤقتة والذاكرة الدائمة، ودي بيسموها اللوحة الأم أو المذربورد، اللي هي داخل جهاز الكمبيوتر أو داخل الكيسة عندك. بعد كده بتيجي لوحدات قياس تخزين وقياس سرعة المعالج، واحنا شرحنا ده طبعا قلنا بالتفصيل في الدروس اللي احنا شرحناها. طبعا قلنا وحدة قياس البيانات اسمها البت، ويمثل البايت او البايت حرف او رمز، ده بيسمى البايت، يعني رقم 8 ده اسمه بايت، حرف الاي او السي او البي ده اسمه بايت، فاي رمز او حرف بيمثل واحد بايت. البايت الواحد اما واحد او صفر، حتى لو صفر برضو بيسمى واحد، بيمثل مرور تيار الكهرباء. ساعة التخزين بالبايت، وقلنا ان الكيلو بايت، كيلو بايت بيساوي 1024
بايت، 1024 بايت، والواحد ميجا بايت بيساوي 1024 كيلو بايت، والواحد جيجا بايت بيساوي 1024 ميجا بايت، والواحد بايت تيرا بايت بيساوي 1024 جيجا بايت. وكنا شرحنا هناك ازاي بتحول وازاي تقسم وازاي تضرب وازاي تطلع المسائل المتعلقة بده كله. اللوحة اللي قدامك دي تحويل بين وحدات القياس، وركز لان ممكن يجي لك مسألة. بمعنى ايه؟ بقول لك عند التحويل من البيت الى البايت، ده جديد. يعني قلنا البايت والبيت، ايه الفرق بين البايت والفرق بين البيت؟ عند التحويل من البيت الى البايت يتم القسمة على 8، يتم القسمة على 8، البيت الى بايت يتم القسمة على 8، يعني الواحد بايت يساوي 8 بت. عند التحويل من البايت الى البت يتم الضرب في 8 من البايت الى البت، يعني البايت بيساوي 8 بت. الواحد بايت، ركز، بيساوي 8 بت، يعني البايت اكبر من البت، يعني الواحد بت يساوي 8 بايت. خد بالك للكلام زي ما هو هنا جايب لك، هنا بقول لك طبعا هو جايب البايت هنا اهو على الشمال هنا اهو، البت والبايت. اما تحول من البايت الى بت تضرب في 8، يعني لو عندنا 2 بايت يساوي كام بت؟ اضرب 2 في 8 يساوي 16 بت. طيب لو احنا عندنا بت، البت وعايزين نحوله الى بايت، نعمل ايه؟ البت عايزين نحوله الى بايت نقسم على 8، يعني لو عندنا 16 بت يساوي كام بايت؟ تقسم على 8 يعني يساوي 2 بايت، بت بايت، يبقى 16 بت يساوي 2 بايت. خلاص ركز في المعلومة دي. تعال ناخد مثال على السريع كده زي ما هو جايب هنا، بيقول حول 209,020 مليون 797,152 بايت إلى كيلو بايت. الكلام ده اتقسم على 1024 طلع لنا 2048 كيلو بايت. خلاص ده التحويل من بايت الى كيلو بايت، بتقسم على 1024. طب حول 2 ميجا بايت الى بايت، ال 2 ميجا بايت هتضربهم في 1024 في 1024، 2 ميجا بايت، 2 ميجا بايت الى بايت. ليه؟ لان انت اما تيجي الميجا بايت بيساوي 1024 كيلو بايت، والكيلو بايت بيساوي 1024 بايت. يبقى عشان تحول من الميجا بايت الى البايت لازم تقسم على 1024 في 1024. خلاص. طب لو الرقم ده بايت عايز تحوله الى بت، خد بالك للكلام، هتضرب في كام؟ في 8. تضرب في كام؟ في 8، يقوم يتحولك الرقم ده الى بت. بعد كده معانا وحدة قياس سرعة المعالج اللي هي الهرتز، وحدة قياس سرعة المعالج، وهنا جايب لك الكيلو هرتز بيساوي 1000 ميجا هرتز، والميجا هرتز بيساوي 1000 جيجا هرتز، والجيجا هرتز يساوي 1000 تيرا هرتز. كويس، ركز برضو في القسمة والضرب والحاجات دي. بعد كده عندنا البرمجيات، وقلنا دي مجموعة من البرامج التي تستخدم في تشغيل الكمبيوتر وتوظيفه لأداء المهام، وهنبقى نكمل في الحصة الجاية على البرمجيات. أترككم طبعا، أنت بتوقف الفيديو جزء جزء وبتبدأ تلخص بحيث أنك تعمل ملخص سريع كده للمنهج، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.